اهلا بحضراتكم مع موجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. اهلا بحضراتكم، نبتدي على طول بالدوري المصري وفريق الجونه اللي تعادل سلبيا مع فريق زد في المباراه اللي جمعت الفريقين على استاد خالد بشاره بالبحر الاحمر، وده ضمن الجوله الاولى بمنافسه الدوري المصري الممتاز. علي لطفي حارس مرمى نادي زد توج بجائزة رجل المباراة قدام فريقه أو مع فريقه قدام الجونة اللي جمعت بين الفريقين امبارح في تاني أيام الجولة الأولى بمسابقة الدوري. كمان اتعادل فريق مودرن سبورت وفريق ام بي سلبيا في المباراة اللي جمعتهم امبارح على استاد السلام ضمن الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. غنام محمد لاعب خط وسط فريق مودرن سبورت حصد جائزة رجل مباراة فريقه قدام ام بي من خلال اختيار رابطة الأندية المصرية المحترفين، وده بعد الظهور بشكل قوي أثناء اللقاء. نتحول بقى لأخبار كرة السلة والفريق الأول لكرة السلة سيدات في النادي الأهلي اللي حقق الفوز على فريق في جانا التنزاني بنتيجة 130-47 في ربع نهائي التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا للأندية والمقامة في تنزانيا. ومبارح سجل الدوري المصري محمود حسن تريزيجيه هدف فريقه الريان اللي خسر قدام السد بنتيجة 2-1، وده على ملعب استاد جاسم بن محمد ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري نجوم قطر للموسم الحالي 2024-2025. وفريق أتلتيكو مدريد فاز على فريق بايج أحد أنشطة أو أحد أندية الدرجة السادسة بنتيجة 2-0 في بداية مشوار روخي بلانكوس في كأس ملك إسبانيا الموسم الجاري، وتأهل أتلتيكو مدريد للدور الثاني في بطولة كأس ملك إسبانيا. أما بقى فريق روما حقق الفوز على فريق تورينو بنتيجة 1-0 في اللقاء اللي جمع الفريقين امبارح على ملعب الأولمبيكو في ختام منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي. رفع روما رصيده ل 13 نقطة في المركز العاشر، واتجمد رصيد تورينو عند 14 نقطة في المركز التاسع.